السلام عليكم أيها الحضور الكريم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نلتقيكم اليوم في أمسية أدبية لقسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات جامعة الكوفة، إذ تنطلق اليوم الندوة الأدبية الموسومة الرواية العراقية النسوية إشكالياتها بعد 2003 وإشكاليات التجريد. هذه الندوة التي تقام برعاية السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر لفتة المنصوري المحترم، وبإشراف السيد عميد قسم اللغة العربية، عفوا، بإشراف السيد عميد كلية التربية البنات الأستاذ الدكتور علاء ناجي المولى المحترم، وإشراف السيد رئيس قسم اللغة العربية الأستاذ الدكتور عباس علي الفحام المحترم. ندوة اليوم ستدور حول إشكاليات التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد 2003. فبالمعروف أن الكاتبة العراقية بدأت تخوض غمار الرواية التجريبية وبدأت تبتكر طرقا جديدة. هذه الطرق قد تشكل قطيعة مع الماضي سواء الشكلي أو المضمون. ولعل أقلام الروائيات العراقيات أمثال لطيفة الدميمي، عالية محمود، وهدية حسين، وبتول الخضيري، وأميرة فيصل، ورشا فاضل، وإلهام عبد الكريم، وبلقيس حميد خير مثال على خوضهن غمار التجريب الروائي. فقد امتلكن عناصية الاحتراف والصنعة والوعي الفني، وكانت أعمال أو نتاجهن حاضر وبقوة على الساحة الأدبية والنقدية. فالرواية العراقية النسوية أصبح لها حضور، وإن كان هنالك تنافس وهو مشهود بين الرواية وبقية الأجناس الأدبية والفنية، لكن ذلك قد بات جليا وواضحا في الرواية النسوية التي أخذت تميل إلى الجدة والابتكار، ورفضت التمييز الجنسوي، وركزت على الهامش، وفتحت الأفق الروائي على المزيد من الأسئلة الجريئة، كما حرضت القارئ على معاينة الحقائق المحجوبة. فإذا كانت الرواية في العراق، وإذا تحدثنا عن هذه الرواية ما قبل 2003، وجدنا أنها قد تجسدت في منظومات ذلك، هذه المنظومات التي كان فيها التصارع القيمي، مما ترسخ في التخيل أو في المتخيل الاجتماعي والمعرفي، فإن الروايات التي ظهرت لا سيما الرواية النسوية ما بعد 2003 بدأت أكثر انشغالا بالبحث التجريبي عما هو مغيب أو غائر في الهوية الإنسانية. لن أطيل عليكم كثيرا في هذه المقدمة، ويسرني اليوم أن يكون معنا في هذه الندوة معنا المدرس المساعد هديل أياد جواد الغزالي، التي ستكون البداية معها وستقدم لنا ورقة بحثية تدور في إطار هذا الموضوع. فأهلا وسهلا بك أستاذة هديل. هل معنا هديل؟ نعم دكتورة، معكم. نعم، أهلا وسهلا بك، تفضلي. أهلا بكم دكتورة. نعم، أرجو أن تعرفي بنفسك وتعرفي عنوان الورقة التي ستقدميها في هذه الندوة الأدبية. نعم، ما شاء تفضل. الله دكتورة. المدرس المساعد هديل أياد جواد الغزالي، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، قسم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وأهل بيته الكرام، وبعد، أتقدم بوافر الشكر والامتنان لأستاذتي الفاضلة الدكتورة وسام الخالدي لإدارة هذه الندوة العلمية، والقائمين والمساهمين في هذه الندوة العلمية المباركة، وسعيدة جدا بهذا الانضمام مع هذه الثلة الطيبة من أساتذ وزملاء وطلبة. ورقتي العلمية بعنوان الرواية والتجريب بين الواقع وتعدد المصطلح. كانت مرحلة ما بعد عام 2003 متسمة بنضج تجارب روائية عميقة ومتعددة، تسجل نبض المرحلة وكينونتها وانعكاساتها بوصفها مرحلة جديرة بالانفتاح والتوسع، نظراً لتوسمها بالحرية، ولذا فقد حدث النفس الإنسانية لمغايرة المألوف بما ينسجم واتساع الحياة عبر السير برؤى التجريب. وحين اتسعت المرحلة بتعدد الأزمات، كان النجاح حليف من أرشف للألم العراقي، ومن جسد التفاعل والتواصل بين الماضي والحاضر،
فقد كتبت الروائية العراقية بطريقة حداثوية، استمدت رؤاها من مخيلة الألم العراقي، وأفرزت المرحلة أن الاستثناءات الإبداعية هي من تعزز الوجه الأدبي، وأن مهمة التغيير هي عبارة عن ناتج من نواتج الثقافة. إن الإطار السردي والبنية الروائية في الروايات النسوية حول الإبداع النسوي، استطاعت الروائية بمقدرتها أن تظهر هذا الملامح لهذا النتاج بعد التغيير، وأن تحدد طبيعة هذا الإبداع الذي ساير التطور الحاصل، وأثبتت بجدارة أنها روايات لا تعرف السكون، بل إنها نتاج الوعي والفكر. فكانت ثمة دماء جديدة تبحث عن الهوية الوطنية والإنسانية، فضلاً عن المزاوجة في الألم بما اختمر في الذاكرة، ذلك أنها عاشت النتائج بسبب سيول العنف والاضطهاد، وما زالت داخل المشهد وهي تعاينه في تأنن وتأمل. توزعت محاور الاهتمام لدى الروائية العراقية في تلك المرحلة، فمنه ما كان اهتماماً أدبياً واجتماعياً، وآخر سياسياً، وثالثاً اقتصادياً، ورابعاً دينياً. وبمجموع تلك المحاور كونت رؤية قدمت فيها احتجاجاً فكرياً نسوياً يدين القمع بأنواعه، كما دعت إلى وجود مدينة فاضلة تحافظ على العلاقات الإنسانية وعدم تفسخها، وإحلال ثقافة لتكون بديلاً يساهم في تقارب الرؤى ويوطد العلاقات الإنسانية ويدعو للانتماء الفكري. قد شكلت الرواية العراقية النسوية انعطافة في المضمار الروائي، فقد استعملت الضرورات الفنية وكشفت عن إبداعها في ذروة ممارساتها، معلنة عن خطاب يدين الواقع ويفضح المسكوت عبر تمظهره المرير والمبجع في تفاصيل الحياة اليومية للإنسان المقهور والمقموع، فضلاً عن استعمالها التقنيات الفنية. وقد رأت أن مقاييس التجربة الإبداعية يتوقف على مدى تحرر الفكر الإبداعي، ويلازم حركتها يعني خروجها من التقليد، التخلص من تكبيل الموروث الفني. لابد للعمل الأدبي أن ينطوي على ممارسة، وأن يتحول الكم فيه إلى نوع، ويكون المعيار في التقييم على كيفية إظهار التباين الثقافي، حتى لا تبقى التجربة أسيرة للارتهان التجريبي. أما التجريب وتعدد المصطلح، فإن التجريب مصدر جرب أي وضعه تحت التجريب، تحت الاختبار والامتحان والجمع تجارب، ومصدر جرب يحاول فيه الفرد تطبيق الفكرة المستحدثة وتجديد فائدتها والتأكيد من مناسبتها لظروفه الخاصة. إن التجريب مصطلح تعود أصوله إلى الكلمة اللاتينية experimentum، وتعني البروفو أو المحاولة، وأول ما ظهر في العلوم الإنسانية. فيقول عنه أحد النقاد: أنا أعتقد أن مصطلح التجريب زئبقي، لا يمكن أن نحدده بدقة، وأول من استعمل هذا المصطلح هو إيميل زولا في كتابه الشهير الرواية التجريبية. يبقى التجريب مهموماً بالبحث عن المجهول، وفي الفن دائماً هناك مجهول، والتجريب يدعو للتجديد، والتجديد هاجس مستمر وهو إدامة الحياة. فضلاً عن وجود التجديد في كل عمل روائي، فينبغي أن يخرج علينا بجديده، أي أننا دوماً بإزاء رواية جديدة. وفي تجل آخر للمصطلح يظهر أن التجريب آلية فنية، اختلف النقاد في تحديد معناها، لذا منهم من يرى أنها كل ما يطرح بصفة جديدة حتى لو كانت مؤقتة، في حين أجمع كثير من النقاد أن التجريب هو علم وصناعة وخبرة ينزع نحو التجديد، بل أنه علامة فارقة للحداثة الروائية. إن من المسوغات التي دفعت الروائي إلى التجريب هي اتساع المنظومة المعرفية وتعدد أنواعها واتجاهاتها، فضلاً عن التغييرات الحاصلة في الواقع ومآلات الجدة. أيضاً ارتياد مناطق إبداعية جديدة وتحريك الراكد في الأفق الأدبي، ومحاولة إضافات حقيقية في النصوص التي ترتكز على الماضي من الإبداع عن طريق الاشترار الفني، الامتصاص المعرفي، والحوار القائم ما بين النصوص.
فضلا عن التخلص من هيمنة القوالب الثابتة أو المترهلة أو البائدة، هذه القوالب أو الأشكال المترسبة الجذور في تربة يسودها التصحر هي التي تدعونا إلى التخلص من حالة جمود. لذلك أن التجريب لا يعني الخروج عن المألوف بطريقة اعتبارية ولا اقتباس وصفات أشكال جربها آخرون في سياق مغاير. أن التجريب يقتضي الوعي بالتجريب، أي توفر الكاتب على معرفة الأسس النظرية لتجارب الآخرين ثم يقوم بصياغتها صوغا فنيا يستجيب لسياقه الثقافي ورؤيته للعالم. وللتجريب أنواع عدة، هي الفلسفي والعلمي والفني والفكري. لقد طغت عدة تسميات لدى النقاد العرب لوسم هذه التجربة، فمنهم من سماها التجريب، منهم من أطلق عليها الرواية الجديدة أو الواقعية الجديدة أو التجريبية. لذا فإن الرواية التجريبية تقوم على مجموعة من الخيارات الواعية المتعمدة التي تخلخل ذائقة القارئ المعتاد على الحبكة التقليدية والشخصيات الواقعية. ويبقى الاختلاف شاخصاً بين الرواية التجريبية والتجريب الروائي. ذلك أن الرواية التجريبية عمل تغييري ينطلق من وعي الكاتب ومن مفهوم جديد لديه لتأليف الرواية. أما التجريب الروائي فهو فعل محدود داخل مفهوم الرواية السائد، يعبر به الكاتب عن ذوق شخصي في التأليف أو التصوير أو اختيار الموضوع، ويستقي أشكاله من نفسه أو من تجارب حاصلة خارج بيئته. أيضا أن مصطلح النسوية أو حركة المساواة بين المرأة والرجل أو حركة الانتصار للمرأة يصنفها توريل موي بثلاثة مصطلحات: الحركة النسوية السياسية، الأنثوية، والنسائية. أيضا أن الكتابة النسوية كان لها ثلاثة أطوار: الطور المؤنث، الطور النسوي، الطور الأنثوي. إن تعدد المصطلح كان بسبب تعدد وجهات النظر، ولذلك كانت هناك مصطلحات كثيرة. من هذه المصطلحات هي الأدب الأنثوي، وهو من المصطلحات التي لاقت استحسانا عند بعض النقاد، بل ثمة من رآه أنه هو الأوفر حظا في الإلمام بالنتاج النسوي لكونه مرتبط بالذات الأنثوية، لأن مصطلحات أدب المرأة، الأدب النسوي، الأدب النسائي مصطلحات هامشية على مركزية وجوهرية مصطلح الأدب الأنثوي، المصطلح الذي يتفوق على هذه المصطلحات الثلاثة بالتعبير الوافر والخلاق. لأن الأنوثة تنساب لدى المرأة في كل ما تكتب، لذا تعد أنوثتها جوهرا يتبدى في نصوصها الإبداعية التي هي نصوص الكتابة الأنثوية. المصطلح الثاني هو أدب المرأة. امتدت ثنائية الرجل والمرأة من المفهوم الوجودي الحياتي إلى مضمار المعرفة، وظلت النظرة الحياتية هي السائدة في التعامل مع الفكر النسوي، كما بقيت ثنائية الرجل والمرأة مدار جدل، وتفشت النظرة السائدة التي تقول بأصل الرجل وأن المرأة تابع له. لذا فقد ظل المنجز الثقافي النسوي أسير تلك الارتهانات بسبب الهيمنة الذكورية الواضحة. المصطلح الثالث هو الأدب النسائي. تعددت وجهات النظر في مصطلح الأدب النسائي، فتارة يدل في تسميته على ما تكتبه المرأة، وأخرى على موضوع يختص بالمرأة. والأدب النسائي لا يعني بالضرورة أن امرأة كتبته، بل يعني أن موضوعه نسائي. وإن كان أحد النقاد يرى إن الأدب النسائي شعراً أو سرداً هو أدب تكتبه المرأة، سواء كانت تناولت قضية المرأة أم لم تتناولها، ولذا فكان هناك رؤية مغايرة إن الأدب الأنثوي مصطلح يشير إلى تلك الكتابة النسائية التي تتخذ من جسد المرأة وكيانها وعاطفتها بؤر الأحداث، وأن مصطلح النسائي معنى التخصص الموحي بالحصر والانغلاق في دائرة جنس النساء. أما المصطلح الأخير هو الأدب النسوي. لقد دخل مصطلح الأدب النسوي حقل التداول الثقافي في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، ويشير في معناه إلى الأدب الذي تكتبه المرأة، وهو من أكثر المصطلحات تداولاً.
في الكتابة النسوية تلجأ المرأة إلى توظيف الأدب كأداة للاحتجاج على أوضاعها، أوضاعها عموما داخل المجتمع الذكوري، وكذلك للاحتجاج على الرجل، وأن الكتابة النسوية هي كتابة مؤدلجة قد رسمت لها الخطى من الحركة النسوية ودعاتها من المناضلات من أجل تحرير المرأة ومساواتها بالرجل على كل الأصعدة. فيبقى الأدب النسوي ممارسة ورؤية ثقافية جمالية متميزة، وتتفق أغلب الناقدات على ضرورة وجود الوعي النسوي لتحقيق الخصوصية في الكتابة الأدبية النسوية، بل لابد أن تتوفر علامات المؤنث فيها. وما مصطلح نسوية إلا تعبير عن جملة ما تكتبه المرأة من أدب، ولا يعني تفضيل أدب المرأة عن أدب الرجل. ولعل هذا التأكيد ينطلق من أن الشرط الأساسي في الأدب النسوي أن يكون من إبداع المرأة، وهو ما نجده عند أغلب الباحثين. وأيضا أكدت ذلك الدكتورة بشرى البستاني من أن مصطلح أدب المرأة نسوي أو أدب نسائي أو أدب أنثوي أو أدب أنثوي أو أنثوي أو نقد أنثوي، لكن المدقق في هذه المصطلحات سيجد أن كل منها يختص بسمات خاصة. فالأدب النسائي يشير إلى كل ما تكتبه المرأة عموما، سواء كان تقدميا أو منضويا تحت المظلة الذكورية، والتي تؤمن بهيمنة المؤسسة الأبوية بكل ما تملك من سلطة تاريخية. بينما الأدب النسوي اليوم من أكثر المصطلحات التي يزداد حضورها من أجل هدم كل المعيقات التي وقفت دون نيل المرأة مكانتها التي تستحقها. ولذلك هو يعني مركزية، يعني أن مصطلح الأدب النسوي هو المركزية في قبالة المصطلحات الأخرى. هذا ما أردت تقديمه بهذه الورقة البحثية، وأترك المجال لزميلتي. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت ست هديل على هذه الإضاءات المعرفية، وأنت تتحدثين عن البصمات التي تركتها الرواية العراقية النسوية لا سيما بعد عام 2003، وجدت قد أعطيت نبذة وافية عن هذه البصمة التي تحدثت عنها، وأنه أصبحت هذه الرواية العراقية النسوية تتحدث بملامح، وهي ملامح ربما الاختلاف من خلال التمرد على الأنماط السردية التقليدية، وقد أيضا حاولت إضافة جادة إلى أن يكون هنالك للمشروع الروائي، وأيضا حاولت أن تحقق حضورا نوعيا من خلال الإثراء ومن خلال الرصد، وهي بذلك بالتأكيد ستشكل نصوصا متميزة ترتكز على الحرية وترتكز على التعبير وتكرس أيضا أنماطا جديدة ربما تستند إلى الملمح الجمالي والفني. أشكرك كثيرا على ما تفضلت به، والآن لنا انتقالة إلى المدرس المساعد أيضا ابتهال كاظم أحمد الطائي، وهي من كلية التربية للبنات جامعة الكوفة. فأهلا وسهلا ست ابتهال، هل أنت معنا؟ نعم، أهلا عرفي بكم، بالورقة البحثية. أهلا وسهلا بك، تفضلي. معكم المدرس المساعد ابتهال كاظم أحمد الطائي، جامعة الكوفة، كلية تربية البنات، قسم اللغة العربية. بسم أهلا الله وسهلا الرحمن بكم. الرحيم، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الأساتذة الأفاضل، الزملاء الكرام، طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان ورقتي البحثية: التجريب على مستوى الرؤى الفنية في الرواية العراقية النسوية بعد 2003. في البداية أعول على ما ذكرته زميلتي من أن التجريب هو محاولة لتطبيق الفكرة المستحدثة والتجديد والتأكد من مناسبتها لظروفه الخاصة. فالتجريب ينبثق من الأشكال التقليدية للرواية من أجل تفعيل أدوارها وإعادة توظيفها بطريقة جديدة من خلال صهر الأجناس الأدبية في بودقة الرواية لخلق رواية جديدة تتخلخل فيها المعايير التقليدية والبدء باستهلال جديد. بهذا يعمل التجريب على التخلص من القوالب الجاهزة والبائدة، إذ إن التجريب الابتدائي يعد أحد الإرهاصات الأولية لبداية التجريب، وتكون أولى مرتكزاته هو رفضه القواعد القارة والتلميط الأدبي والخروج على التقاليد الفنية المألوفة،
لارتياد آفاق جديدة وفتح نوافذ للإبداع. التجريب في الرواية يعمل على البحث عن وسائل جديدة تغير الوسائل الفنية السائدة. بغية تقديم رؤية